Some examples of biological control of nematodes in soil. بعض الأمثلة على المكافحة البيولوجية للنيماتودة في التربة. راح نتكلم بثلاث محاور. في النقطة A راح نتكلم بها عن الفطريات. بالنقطة B راح نتكلم عن أحياء أخرى مثل الأميبا والعث وغيرها. بالنقطة C راح نتكلم عن البكتيريا. بالنقطة A هنالك عدة أنواع من الفطريات المضادة للنيماتودة، ومنها التي تلتقط النيماتودة بأشكال عديدة من الفخاخ أو المصائد، وإن وجود النيماتودة يحفز أغلب أنواع هذه الفطريات على إنتاج هذه الفخاخ أو المصائد، بسبب تكوين النيماتودة لمجموعة متنوعة من البروتينات والأحماض الأمينية، لذلك يتم تحفيز تكوين الفخاخ من قبل هذه الفطريات، كما أشار إلى ذلك العديد من الأبحاث. المجموعة الأولى من الفطريات هي التي تكون مصائد مختلفة للنيماتودة، فقد تكون ما يعرف بالرينج ترابس أو الستيكي نيتس أو الستيكي نوبس أو الستيكي سبورز. الفطر أرثروبوتريز داكتيلويدز والأرثروبوتريز بروكوباغا يكونون الرينج ترابس، وهذه الفخاخ تحيط بجسم الديدان وبعدها تخترقها. الستيكي نيتس تكونها الأرثروبوتريز أوليغوسبورا. الستيكي نوبس تكونها كل من الدكتيليلينا هابتوتايلا والنيماتوكوناس سبيشيز. أما الستيكي سبورز فتكونها الهرسوتيلا روزيلنيسيز والدركيميريا كونيوسبورا. في كل حالة من هذه الحالات ترتبط المصيدة الفطرية بالنيماتودة، ومن ثم تخترق جسم الديدان من خلال نمو رابط الاختراق في الجسم، ثم تنتشر وتتشعب الخيوط الفطرية داخل جسم النيماتودة بعد أن تتغذى عليها وتستنفذ مواردها. تخرج الخيوط الفطرية من الديدان إلى التربة وتكون أو تشكل مصائد جديدة أخرى. تبين هذه الصور أنواع الترابس أو المصائد اللي تنصبها بعض أنواع الفطريات للنيماتودة. فالصورة الأولى على اليسار توضح الرينج ترابس وبجانبها الستيكي نيتس الصورتين، وأسفلها الستيكي نوبز، وأخيرا صورة لبعض أنواع السبورات اللي هي الستيكي سبورز. المجموعة الثانية من الفطريات هي اللي تدخل سبوراتها إلى داخل جسم النيماتودة عن طريق تناولها من قبل النيماتودة، لكن هذا لا يحدث في حالة النيماتودة الذي يتغذى على النبات. بعض الفطريات مثل كاتينيريا سبيشيز تكون سبورات متحركة موتايل زوسبورز، تسبح خلال محلول التربة وتدخل إلى داخل جسم النيماتودة من خلال الفتحات الموجودة طبيعيا في جسمها، وبعد ذلك تملأ تجويف الجسم ثم تنطلق إلى التربة مرة أخرى. المجموعة الثالثة من الفطريات المتطفلة على النيماتودة هي طفيليات البيض Egg Parasites، أي الفطريات التي تتغذى على بيض الديدان الخيطية النيماتودة. ومن الأمثلة عليها الفيرتسيليوم كلاميدوسبوريوم باسيلومايسيز ليليساينس ديكتيليليا أوفي باراسيتيكا. وقد تكون هذه الفطريات مهمة مع النيماتودة التي تجمع بيوضها بشكل كتل، أي لا تكون بيوضها متفرقة. النقطة B هناك مجموعة من الأحياء تعتمد على النيماتودة كمصدر للكربون والطاقة، مثل الأميبا والتارديغرادز والفلات وورمز أي ديدان مسطحة والمايتس العث والكولمبولا.
الصورة على اليسار تمثل أنواع مختلفة من الأميبا، وعلى اليمين تمثل الأميبا التي تتبع شعبة الساركوماستيغوفورا. تشاهدون أمامكم بهذا السلايد حيوان التارتيغراد، وهو مجموعة من الحيوانات الدقيقة المجزأة ذات الثمانية أرجل، معروف بالعامية باسم الدببة المائية أو الخنازير الطحلبية. طوله بحدود نصف مليمتر، وهو قصير وممتلئ الجسم، وإلى أربع أزواج من الأرجل ينتهي كل منها بمخلب. في عام 1977 سماه العالم الإيطالي لازارو سبلانزاني باسم تارتيغرادا، مما يعني السائر البطيء. وأمامكم صورة للفلات وورمز اللي يتبع شعبة البليتي هيلمنتس، وهذا رابط فيديو يحتوي على شرح قصير تقريبا دقيقة ونص على هذا الحيوان. وهذه صورة للمايتس، وهذه صور للكولومبولا. النقطة سي بكتيريا رايزوسفير، أي بكتيريا الجذور، هي البكتيريا اللي تستوطن سطح الجذور والتربة المجاورة لها. هذه البكتيريا قد تعزز نمو النبات، أو قد تقمع أو تثبط النيماتود بواسطة إنتاجها للمضادات الحيوية الأنتيبيوتكس. وهذه النقطة تم استغلالها في السيطرة البيولوجية. أما عن طريق إضافة هذه البكتيريا إلى التربة في أوقات معينة، أو إدخال مغذيات تعزز أو تزيد من أعدادها ونشاطها. How will organisms most effectively be introduced into soil؟ كيف سيتم إدخال الكائنات الحية في التربة بشكل أكثر فعالية؟ هاي الكائنات اللي تكلمنا عنها اللي هي تشمل الفطريات أو بكتيريا أو أي أحياء أخرى اللي تساهم في السيطرة البيولوجية، هناك عدة احتمالات لإدخالها إلى التربة. هاي الاحتمالات تشمل: أولاً تغليف البذور بها. اثنين إضافتها بشكل سسبنشن أو معلق من هذه الأحياء إلى جذور الشتلات. ثلاثة إضافتها وخلطها بشكل مباشر بالتربة. أربعة إضافتها مع مياه الري. خمسة في حالات أخرى لما تكون هذه الكائنات موجودة بالتربة سيتم زيادتها أو زيادة أعدادها، أما عن طريق إجراء تغييرات معينة بالبيئة أو إدخال مغذيات بحيث تعزز من أعدادها ونشاطها بالتربة.